السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة احنا بنكمل حل تدريبات كتاب المعاصر نيو هالو انجليش تالت اعدادي 2025. النهاردة هنحل التيست اللي موجود على يونت 2، تيست اون يونت 2 بيج نمبر 121. نبدأ كده بسم الله مع بعض. بقول لك finish the following dialogue. Farida and Hoda are talking about shopping. فريدة وهدى بيتكلموا عن الشوبينج. فريدة بتقول yesterday امبارح I went to the market، رحت لإيه؟ السوق. راح سألتها سؤال، قالت لها I went with my mother، أنا رحت مع ماما. وهنا went في الماضي، يبقى قالت لها who did you go with، مع من ذهبت؟ يبقى who did you go with، انت ذهب مع مين رحتي. بعد كده هتلاقي what did you buy، اشتريتي ايه؟ انا مش عارف. فهتلاقي what color is that carpet، ما لون السجاده؟ بقى هتلاقي فوق انا اشتريت ايه سجاده. يبقى هتلاقي I bought a carpet، انا اشتريت سجاده. فهتلاقي what color is that carpet، ما ايه لون السجاده دي؟ فانا برضو مش عارف. قالت لها او ريد از وندرفول كار، الاحمر ده لون جميل قوي. يبقى قالت لها ايه؟ ات از ريد، يعني احمر. ما قالت لها ايه وندرفول كار، لون جميل. بعد كده سالتها سالت لها اتس 200 باوندز، ب 200 جنيه. يبقى قالت لها ايه هاو، يبقى هنا سالت لها قالت لها هاو ماتش is it، يبقى بكام؟ قالت لها ب 200 جنيه. قالت لها do you want to see it، عايزه تشوفيها؟ فهي هتقول لها حاجه، قالت لها عشان I want to buy a carpet too، عشان اشتري واحده زيها. يبقى قالت لها do you want to see it، قالت لها ايه yes عشان اشتري ايه واحده زيها. بعد كده نمبر 2 read and complete the text with words from the following list. Nora is very excited. نورا بتشعر بالحماس because she has a new phone، معاها تليفون جديد. First she needed to، أول حاجة هي كانت تعمل إيه؟ charge the battery، تشحن البطارية. To do this، عشان تعمل كده she in the phone and، يبقى هي عملت إيه؟ plugged، وصلت التليفون بالكهرباء. أول حاجة plugged، وصلت التليفون في الكهرباء. and ايه it on، المفروض ان هي تاني حاجة هتعمل ايه؟ هتشغل التليفون، turn it on. كده then she left it، سابته few hours، بعض الساعات. next she needed to، حبت ان هي تعمل ايه؟ not some information، المفروض ان هي some information، يبقى fill in، هتملى بعض المعلومات، يبقى fill in. 3 about herself، عن نفسها. the phone asked for، راح التليفون طلب منها ايه؟ طلب منها الباسورد. number 4 now she can log in، دلوقتي خلاص قدر ان هي تستخدم التليفون بسهوله. يبقى اول واحده عندنا plugged in، يتوصل بالكهرباء، turn in تشغل، fill in تملى، بعد كده الباسورد اللي هو الرقم السري بتاعها. هنا دي read the following text، دي القطعة وإيه وهنحل عليها الأسئلة. هنحل على طول إيه الأسئلة على القطعة، صفحة 122. هنا عندنا بيقول لك choose the correct answer from A B C or D. بيقول لك the underlined word reasonable in the fourth line. كلمة reasonable دي معناها إيه؟ المفروض إن هي لو إحنا رجعنا للقطعة كده، هنا بيقول لك ايه دي كلمة reasonable. هنا بيقول لك which was wonderful، حاجة جميلة في place for buying، اللي انت تشتري clothes، الملابس as a souvenir، كهدايا at reasonable price، المفروض ان reasonable price دي يعني بسعر كويس. يبقى كلمة reasonable يعني هتبقى good، تبقى good. يبقى هنا عندنا reasonable، يبقى letter B تبقى good. The family spent، العيلة قدت ايه on the beach،
لما هنقرا القطعه العيله نو تايم ما قضيتش ولا وقت على الايه نو تايم ما فكانش ولا وقت على الشاطئ. بقول لك ماذر لايكس ايه موست، مامتهم بتحب ايه؟ بتحب الشوبينج جدا. القطعه بتتكلم عن الشوبينج. بقول لك وات واز ماي بيرنتس بلان فور ذا جيرني، هم عملوا ايه، خططوا لايه عشان الرحله. They wanted to go to the poor side. They هم كانوا بيخططوا ايه الرحله اللي هم they want to go to، هم عايزين يروحوا، يروحوا فين؟ poor side. بقول لك why do you think they went back to النهضة ستريت، هم ليه تعتقد ان هم رجعوا تاني للشارع اللي اسمه النهضة ستريت ده؟ لما احنا هنقرا القطعة زي هما ليه هتبقى زي want، هما رجعوا عشان زي want to، طبعا المفروض هنقول في الأول because، عشان زي want to have lunch، كانوا عايزين يتغدوا at a restaurant، في المطعم at a restaurant round. بقول لك give a suitable title to the passage، هتبقى shopping التسوق او ممكن نعملها poor سعيد كده او كده. بعد كده choose the correct answer from A, B, C or D. My new mobile doesn't work، الموبايل بتاعي مش شغال كويس. So I will send a، يبقى انا هرسل ايه to the company، يبقى هرسل complain شكوى مش شغال كويس. The antonym of the word plain، عكس كلمة plain، plain يعني سادة، يبقى عكسها ايه ملون colorful. 3 بيقول لك is something that is good price، حاجة بيبقى سعرها كويس وبتشجع الناس to buy، ان انت تشتريها، يبقى الحاجة دي عليها ايه special offer letter B، عرض خاص. بعد كده بينش نمبر 123 123. نمبر 4 بيقول لك to make the adjectives from the word use، عشان نعمل الصفة من use هتبقى useful يعني مفيد. My bag is the best is the leather is very soft، الجلد بتاعها ناعم، يبقى ايه best quality. A is container، بيحتوي على devised جهاز in which water is boiled، المية بتغلي فيه، يبقى ده ايه بيبقى kettle letter A. 5 complete the sentence with the correct form of the words practice. Number 1 I didn't buy the jacket، انا ما اشتريتش الجاكيت. Or the coat، هنا كاتب either of them were too small، يعني ايه هنا المفروض ايه، هنا عندنا هنشتري حاجتين جاكيت ولا جاكيت ولا كوت، يبقى either of them were too small، ولا واحد فيهم كان صغير جدا، يبقى no one of them were too small، يبقى هو ما اشتراهمش عشان هما الاثنين. ما دام هنا الاجابه جمع يبقى هنا هتبقى both of them. number 2 no one of، ما دام زي هتبقى them. number 3 last year we، ما دام last يبقى ماضي، طب الماضي بتاع build هتبقى built بالتي. number 4 red is most popular color for our toasters this year، يعني اللون الاحمر هو اكتر لون كان مشهور او شعبي جدا في التوسترز ذات السنه، يبقى هنا عايزه ايه، هتبقى the most، لازم قدامها the most. number 5 as I، يبقى ما دام عندنا as وقلنا as while وjust as، دي بيجي بعدها was where ing والi بتاخد was. watching، يبقى was watching. وبكده يكون خلصنا التيست دوت.
هنحل برضو صفحة 124 بيقول لك راشا is making a complaint about a coffee machine, بتعمل شكوى عن الكوفي ماشين that she has bought, اللي هي اشتريتها. فبقول لها لو كان اي سبيك تو ذا مانجر, ممكن اتكلم, هي بتقول راشا بتقول الاساس ممكن اكلم المدير من فضلك. قال لها يس اوف كورس. بعد كده سالها سؤال, قالت له اي هاف بوت, انا اشتريت كوفي ماشين اند اي wanted تو ميك ا كومبلين. يبقى قال لها وات دو يو وانت, ماذا تريدين؟ او وات do you want, ماذا تريدين؟ قالت له I have bought a coffee machine and I wanted to make, عايز اعمل شكوى. فراح تسألها سؤال, قالت لا, فجاوبت عليه قالت له it doesn't work well, مش شغال كويس. يبقى what is the problem, ايه هي المشكلة, what is the problem, ايه هي المشكلة. فقالت له ان هو مش شغال. فالاسيستنت did you read the instruction, هل انت قريتي التعليمات كويس؟ فقالت له no I didn't, لا. ليه؟ لان الاسيستنت قال لها sorry give me your address, طب اديني الادريس بتاعك and your phone number and I will send you another one, thank you. يبقى هي فوق برضه قالت له no I didn't I lost it, I lost it يعني ضاع مني. اتنين read and complete the text with word from the following list. بقول لك last month I bought a cattle from an online ايه website. يبقى اول واحدة website. Number two, I waited for 3 weeks for delivery. قعدت 3 أسابيع أنتظر الدليفري. When the cattle arrived, it, لما الكاتل وصل كان إيه؟ يبقى it was. Number three, it was broken, كان مكسور. I made a complaint, أنا عملت شكوى to send it back, عشان رجعه. And get another one, وحصلت على واحد تاني. They sent me a, وأرسلوا لي إيه؟ a good one. يبقى أول واحدة ويب سايت, تاني واحدة delivery, تالت واحدة was, رابع واحدة good. بعد كده دي القطعة عليها الأسئلة, بيقول لك give a suitable title for the text. هي القطعة بتتكلم عن الوقت. يبقى هنا عندنا عشان أعمل suitable title هقول time is very important. يبقى عندنا time is very important, الوقت ده حاجة مهمة جدا. يبقى ديت رقم واحد. Number two, بقول لك how can we make the best use of our spare time. ايه الحاجة اللي احنا مفروض نعملها في الوقت الفراغ بتاعنا. هنا احنا ممكن نعمل ايه في وقت الفراغ بتاعنا, ان احنا practice. لو احنا رجعنا للقطعة كده, هنا بقول لك who makes the best use of it, some people like to practice. يبقى اول واحدة تبقى practice sports, هنمارس الرياضة. هنمارس الايه؟ الرياضة. To keep fit, عشان نصلي ايه fit and strong or quick. Other prefer, او نعمل ايه reading, القراءة. يبقى عندنا حاجتين هنا, ان احنا practice sports الرياضة, وال reading القراءة. تمام كده؟ Number three, بقول لك what is the importance of school library, ايه هي اهمية المكتبة. أهمية المكتبة إن هي give us the inform, هي هي. يبقى عندنا ديت بتقول لك it provides, هي بتدعمنا with different kinds of knowledge, بالكثير من الإيه المعرفة and lots of information. يبقى هي it provides you with different kinds of knowledge, بتدعمنا بالمعرفة and the lots of information, والكثير من المعلومات. يبقى دي number 3. هنا بيقول لك some people like to practice sports too, عشان keep fit, عشان يظلوا ايه لائق بدنيا. ايه دي بتعود على مين؟ قال لك ايه دي بتعود على spare time, وقت الفراغ.
when you are unhappy لما بتكون غير سعيد about something you can make إيه هتعمل complain شكوى letter C number two I like إيه the blue shirt and the green shirt والأخضر القميص الأزرق والقميص الإيه الأخضر which one should I buy يبقى هنا ما دام عندنا and هتبقى pose the blue shirt and the green shirt which one should I يبقى عندنا هنا ايه هتبقى pose عشان عندنا and you can use this كذا to get the information عشان تحصل على المعلومات to get the information you need online ايه عشان تحصل على المعلومات يبقى انت هتحتاج ايه هتحتاج you can use this website الموقع ده أربعة تلفزيون or التلفزيون بيكون expensive than المفروض ان هي هتبقى more expensive than كده في خمسة complete the sentence with is correct هنا بقول لك نايزر عالي نايزر بيجي معاها or لا بيجي معاها نور while I قلنا دي بيجي معاها was عشان مفيش مكان ووز وهنحط التشارج دي هنحط لها اي ان جي وهنشيل الاي يبقى تشارجينج تلاتة اتس از تو شوب اونلاين زين يبقى ايزير بنحذف الواي ونحط اي اي ار تبقى اسمها ايزير تمام هنكمل حل برضو صفحة 125 بقول لك choose the correct answer بنختار برضو بقول لك أشرف and his friend عمر are talking about عمر's new mobile هتكلموا عن التليفون الجديد فأشرف سأله سؤال قال له have you bought هو أنت اشتريت موبايل جديد فطبعا السؤال ب have يبقى الإجابة ب have برضو يبقى إما yes I have يا إما no I haven't هنكمل تحت فسأله سؤال قال له ب 4000 جنيه يبقى هو اشترى ولا ما اشتراش؟ اشترى يبقى yes I have هتبقى letter C. بعد كده أشرف سأله سؤال قال الإجابة بتاعته 4000 يبقى هو قال له إيه؟ قال له كام؟ يبقى how much is it letter C برضه. بعد كده أشرف سأل سؤال الإجابة بتاعته قال له not yet ليس بعد let's check it together يلا نجربه سوا يبقى هو سأله قال له إيه؟ قال له أنت جربته؟ يبقى have you checked it have you sold finished يبقى have you checked it يبقى letter A بعد كده أشرف قال له look it doesn't charge ده مش مشحون بعد كده قال له oh what should I do أعمل إيه رح قال له كذا you should study hard لازم تذاكر كويس you should stay safe لازم تكون آمن online you should turn off تقفل النور ولا you should change it from the shop تغيره بإيه من المكان يبقى you should change it from the shop يبقى letter D you should change it from the shop بعد كده عمر قال له اوكي I will go back هرجع تاني to the shop right now to change ايه عشان اغيره thanks for your advice شكرا على نصيحتك فهيقول له ايه هيقول له you are welcome العفو choose the correct form of the words بقول لك the cattle or هنا عندنا expensive than قلنا دي بتاخد ايه بتاخد less يبقى less expensive than عشان صفة طويلة تبقى letter A 7 بقول لك which book is the مدام the يبقى بيجي معاها most useful 8 I don't like pizza أنا ما بحبش الإيه البيتزا لما بتكون الإجابة تبقى neither do I وأنا أيضا هنا معناها وأنا أيضا neither do I When I go to the restaurant, I not eat fish or إيه اللي بيجي مع or قلنا neither nor يبقى either or يبقى either وبكده يكون انتهى unit 2 وthank you for watching this video